بص بقى يا عم مروان، انا عاوزك تطلع مع الشحنه دي وتحضر تسليمها بنفسك. ليه؟ ليه يا فندم؟ عشان دي اكبر شحنه تطلع من عندنا يا عم مروان. يا حلو، بس حضرتك انا مروان مراقب الجوده مش مندوب تسليم. ايوه يا سيدي، ما انا عارف الكلام اللي انت بتقوله ده كله، بس انا عاوزك بقى تروح معاها الشحنه وتحضر التسليم وتشوف الجوده بتاعت التسليم عامله ازاي. شوف الجوده حلوه مش حلوه. ها كل عيشه مروان. ماشي، حاضر. وهز دماغك. هزيت يا فندم. ما شاء الله حلو قوي. يلا يلا شد حيلك يا مروان كده، حلو الخطوه السريعه الحلوه. يلا يا عم الحاج دور كده وسمعنا صوت العربيات. يلا بينا، اتكل على الله. ايوه يلا. ايوه بقى يا حرق يا حلو. يعني ايه؟ يعني ايه العربيات بالشحنه كلهم يتسرقوا؟ شنطه ولا محفظه؟ طب انت ما تعرفش اوصاف الحراميه دول ولا حتى خدت رقم عربياتهم؟ كانوا ملثمين العربيه من غير نمر بس، وربنا يا فندم لو كناش مسلحين. انت هتقعد تهلبط في الكلام ده؟ انت هتقعد تهلبط وتقول يا فندم انا ماليش دعوه يا مراقب الجوده. مراقب انت هتفضل ماسك لي في مراقب الجوده دي؟ يلا اخوك انا مش مرتاح لخلقتك من يوم ما شفتك، وهحبسك وتطلع بره. ماشي يا عم هوجه، هي بقت كده يعني. احرق يا حراق، البس يا حراق، وربنا ما انا سايبك يا هوجه. يا باشا انا خسرت اكتر من نص فلوسي في الطلعه دي. ربنا يعوض عليك يا لطفي. ربنا يعوض عليك يا لطفي؟ ازاي يعني؟ مش واخد بالي. هو سعادتك يعني احنا مش متفقين ان احنا شركاء، وان سعادتك هتوفر لي حمايه وغطا مقابل يعني ان شغلنا التاني يمشي في سكه واحده؟ ايوه بس ما اتفقتش معاك ان اشتغل لك سكيورتي احمي شغلك. دي حاجتك يا لطفي وانت المفروض تحافظ عليها. طب بص بقى يا باشا، لو سعادتك يعني تمامك ان انا لما اجي اتضر لوحدي يبقى شكرا. عارف ليه؟ عشان انا كبير وتقيل لوحدي على فكره، وسعادتك اللي مستفيد مني اكتر ما انا مستفيد منك. وعلى فكره انا لما بكبر حد بكبره بمزاجي. طيب انا عندي اجتماع مهم بعد 5 دقايق. مش غلط، بس انا يعني كل اللي كنت عايز اقوله لسعادتك ان هو كان شكله كده قلب على الكل، وقلب اسد بعد ما كان قطه، وشفط مننا المزاد كله وداخل بكتفه في كل حاجه، وسن الخرابيشه على الاخر. وسعادتك اللي حضرت العفريت ده بصراحه انا مش عارف انت عملت له ايه، بس لو ما صرفتوش هيلبس سعادتك اول واحد. اللي زي هوجن ده اصواتي، مهما اكرمته ونظفته وعملته بني ادم، اصله وتربيته الزباله هي اللي بتحكمه. وهوجن واللي زيه والاشكال دي كلها بالنسبه لي برص. انا كمال اللبات اللي يقف قصادي افعصه تحت جزمتي. ما تاخذنيش يا باشا، احنا بلدنا دي الكلام فيها كتير قوي. عارف ليه سعادتك؟ عشان ما علوش جمارك. ايش يا لطفي، انا هعديها لك وانت خلاص الدنيا لفت بيك، وقاعد دلوقتي تاخد جدي مع كمال اللبات. بس انت فاكر الحكايه دي بدات ازاي؟ هوجن ده مش انت اللي اصطدته من القطر وقعدت تحفر وراه؟ حفرت طلعت لنا بهلول من تحت الارض وورده وحورس، وجيت وسرقتوني، ومن ساعتها مفيش حاجه فضلت زي ما هي. صلى على اللي هيشفع فيك يا بشات. عليه الصلاه والسلام. البرتيتا دي كلها اختراع سعادتك، وحبل كل واحد فيهم كان ملفوف في صابع من صوابع ايد سعادتك. بس يظهر بقى ان سعادتك عجزت شويتين. ليه؟ امال ايه؟ واللعبه وسعت منك كمان، والحبال اتلخفنت. بس لو ما لحقتش يا باشا الحكايه دي انا مش معاك. عارف ليه؟ عشان هتلف على رقبتك لوحدك. ايه؟ ايه؟ في ايه؟ انت صحيت يا حراق؟ صباح الفل يا توفي. توفي؟ اهو بقالك فترة ما دلعتنيش. اخس اخس. طب يعني انا ادلع مين لما ما ادلعكش يعني؟ مش انت جوز حبيبي؟
مش عارف، خايف تكوني بتدلعيني وهتطلعي بتلدعيني. اخس عليك، بس عجبني حاجة انك قايم من النوم تشعر على الصبح. يلا صباحك فل، قوم كده اما كبس لك ظهرك. بس قوم كده بس ايدك تقيلة. روح جيبي لي كوبايه شاي بليمون ولا حاجه عشان صحي مش مظبط. حاضر، من عيني. انا حامل يا جزمه، وربنا لا اكون انا اللي مدلعك. الحق نفسك قبل ما البرد يخش عليك. ايه ده؟ بالهنا والشفا. هنا والشفا ايه؟ يعني اقصر عند ليفر في مصر؟ اصل انا لقيت امك عامله لروحها كوبايه الشاي، رحت عصر عليها ليمونه وجبته لك قبل ما البرد يتمكن منك، وهبعملها غيره بقى. خد اشربه يلا بقى الف هنا والشفا. لا 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 خلاص، شكر قوي، انا بقيت احسن دلوقتي. طب الحمد لله يا رب، ربنا يطمنا عليك دايما كده.